الله معكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج المراهقة وتحديات العصر نحن كمعمدين الصلاة بحياتنا والحياة الروحية وعمل الروح القدس من أهم الأمور أو من الأمور الأساسية لأرضاء الرب قد هذا الشيء فاعل بحياة المراهق؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم المراهقة والحياة الروحية رح نستقبل فيها الأب الأنطوني جوزيف عبد الساتر رئيس دير ماري الياس الكنيسة حالياً شغل عدة وظائف في الكنيسة وفي الرهبنة منها المحاكم الروحية عين زائرا رسوليا للبابا بنديكتوس السادس عشر في العراق ومدبرا بطريركيا لإحدى الرهبانيات في لبنان ومؤخرا زائرا رسوليا أيضا في لبنان اهلا وسهلا فيك ابونا تسلمي يعني الله يخليكي أه من زمان كنا نلاحظ انه في ظاهره بكل العيال باكثر العيال اللبنانيه انه كل نهار احد بيروحوا بياخذوا اولادهم بقدسوا مع بعض يمكن اوقات ما تكون عن ايمان قوي يمكن تكون عاده بس يحملوها الاولاد لعائلتهم بعدين وقت يتجوزوا اولادهم كمان يصيروا يعملوا نفس الشيء ليه خفت هيدي الظاهره بايامنا أول شيء آه أنا بشكر استضافتك لهالموضوع يلي عزيز على قلبنا كلنا وهو مش بس موضوع الساعة، موضوع كل عصر يعني. حتى من أيام يسوع المسيح وقت اللي ضيعوه بالهيكل كان بعمر 12 سنة يلي هي بداية سن المراهقة ولكن وين ضيعوه بالهيكل. وهيدي علامة على أنه مريم ويوسف كانوا أدوا الفرائض والواجبات الروحية. لكن العملية وهون قبل ما نجي على الحلقة كنت عم فكر إنه دائماً بنحط الصعوبات والمشاكل أنا بدي أشوف بدي أركز على الأساس يلي بدي يوقينا هذه الصعوبات والمشاكل مثل مثلا اليوم مثل ما قلت انه اليوم وقت اللي ضيعوه بالهيكل كانوا عم بيقوموا بالفرائض ولكن ما كانوا عم بيقوموا بهذه الفرائض كفريضه لكن كانوا عايشين روحيه هذه الفريضه ومن هون مثل ما الاهل بيعطوا الجان للاولاد عم بفحصوا ال ان هل جين للولاد ان كان بالبشره ان كان باللون ان كان بالشبه حتى وقت كتير بالكاركتير ها كمان بعتقد انا في ما يسمى الجان الروحي يلي لا يقوم فقط على الفريضه اليوم اذا جبتي شخص وعيشتيه معك العمر كله من اول ما يولد ما ما, بيطلع بيشبه هيك او بيشبه بيشبه زوجك لانه لانه عيش بس شكليا لكن وقت اللي بيكون فيه شو بسمي الجان الروحي انه وقت اللي بيشعر الولد وهون في شعور كتير مهم انه الاهل عمال اللي بيروحوا على الكنيسه مش بس عم بيقضوا فرض واجب هالشي هيدا بده متابعه كيف المتابعه مثل التلميذ اللي بيروح على الصف بيشرح له الاستاذ شرح مثلا الماتيماتيك بيشرح له شاب بيتر بالماتيماتيك يعني فصل بالماتيماتيك بحس حاله فهمه بس اذا ما راح على <applause> البيت وطبق وعمل اكزرسيسات هالتمارين هيدي هي بدها ترسخ هالشيء يلي حضروا عند الاستاذ وهيك نحن مع الاهل وقت اللي بيروحوا بس انه رحنا وجبنا على الكنيسه وبعدين بس نرجع على بيتنا صارت حياه كليا مختلفه ان كان بالمثل ان كان بالعيش ان كان بالبزخ ان كان بالصرف ما في تمارين لحتى اللي ترسخ فينا هالواجبات اللي عم نقوم فيها ويشعروا انه في روحيه يعني نحن حابين ما نقوم به عم نحب يلي عم نقوم فيه انه اذا رحنا على الكنيسه مش لانه تعودنا من صغرنا واذا ما قدسنا الاحد بهاي بيبقى بالنا مشغول او شعرين في شيء ناقصنا شغله ما لنا صحيح ولكن وقت اللي هالشيء هيدا انا بطعمه بالحياه بالبيت بصلوات بلقاء مثلا حول الانجيل تترسخ هذه الشغله بالولد يعني الواحد بده يقدس ويعيش قداسه وقت اللي يطلع من القداس 100% هيدا هو المثل بشوفه الولد 100% قديس ويعيش هالقداس، كيف العيش القداس؟ مثلا تنفترض نعود اولادنا على التقويات مثلا بشهر ايار نصلي المسبحه سوا كنا نصليها، انا بذكر كنا وقت نروح على الزيتون على الحقله، نحن ورايحين بدل ما نصير اليوم كل ما التقينا نبلش بالنميمه وبالحكي وما بعرف شو الانتقادات كنا نحن رايحين الله يرحمها ستي تقول لي ستي يلا ما نصلي المسبحه كنا عم نصلي المسبحه على يمكن ما كنتش افهم شيء بوقتها بس ما فينا نتنكر لمفاعيلها يعني هذه الشغله بنقدر بالاعياد مثلا شو بيمنع تنفترض ببيوتنا مثل ما بنهتم باشياء كتير بيقول لك ما عندي وقت يا حبيبي بس هيدا ما عندي وقت لهالامور هيدي بكره عم بتخسرك الحياه الابديه يعني انه انا ما عندي وقت انجا يلحقوا على دروس ونشوف اذا جيت انا اعطيته خمس دقائق قريت له حياه القديس مثلا القديس اليوم اه قرينا مثلا فصل من انجيل وتناقشنا فيه شفنا قديش نحن بحياتنا ببيتنا بالواقع عمالي نحقق ونعيش هالانجيل وبحط جو سلام كمان بالبيت الصلاه والحكي صحيح. عن الانجيل صحيح. انا صحيح. بتذكر انا وصغيره كنت وقت اعمل شيء مش منيح تيتا تعطينا سيره قديسة قريه حس بالذنب وحس انه انا عملت شيء كثير كبير هيدا شغله فاقدينا بهالايام مع اولادنا صحيح 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 بس انا بقول اكثر ما انه اشعر بالذنب اشعر بالمسؤوليه هي شغله حلوه يعني الواحد ينميها فينا شعور بالذنب سي سي نيجاتيف. شعور بالمسؤوليه هي شيء ايجابي اكثر انه اشعر بالمسؤوليه انه اوكي هالقديس هذا كان انسان مثلي مثله عايش هلا فاذا نحن وقت اللي بنبلش مع اولادنا بهالطريقه هيدي اليوم مثلا بقول ما فيش عندك وقت انا اذا بدي اسال كل العائله قديش بيقعدوا على الفيسبوك الاولاد قديش بيقعدوا على التواصل الاجتماعي هذا سبب خراب كتير امور حتى خراب تفكيرهم هي انه اليوم انا بقول لك بدك تراقب بخي اوكي بتراقب قال انت ومراقبه يعني مثل عمليه من عمليه خوف انه خايف منك اوكي انت عم بتراقبه ما قعد شفته عم بدرس بس في أنت بده يرجع العمليه مش عمليه مراقبه يعني مثل بالتربيه مش انه مثلا هيدا مدير بيرجفنا قصبي لانه بنخاف من منه في فرق كثير بين انك تخاف منه وتسكت بين انه نحن ما بنحب نزعله قد ما بنحبه وبنسكت وهذا بالتربيه هيك انه انا اليوم بدل ما خوفه وقت اللي بحط فيه التربية القويه هيدي منا لحالك بفيض بفيض من 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 هالتربيه الحلوه وهالروحيه الحلوه بتجعله بالواقع يعرف انه انا يتحاشى بعض الامور يعرف انه يعطي وقت للرب وبنشوف نحن انه اوقات كثيره يا ما في ولاد بيبقى عنده نشاطات من رياضه لك الشافي لا 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 ولا الى جانب الموسيقى والاول بصفوفون الاول بصفوفون فاذا النقطه الاساسيه يلي حبيت انه ركز عليها انه نخلق بالواقع هالعناصر الاساسيه يلي هي بدأت توقيق السقوط في مزالق امور كثيره نحن ما بنريدها هاي نقطه النقطه الثانيه هي الحضور مثلا ما بيكفي انه اخذنا اولادنا على الكنيسه، قعدنا نحن وياهم، جينا على البيت، هن عندهم برنامجهم، نحن عندنا برنامجنا. قديش ما اليوم مثلا عم بشوف الفرح بالعيال، خاصه انه اليوم مع الـ مع الاكيب نوتردام مع فرق السيده، بس بيقولوا انه نحن اخذنا فرصه نكون نحن واولادنا. صارت شهوة، يعني ذكرتني بيسوع وقت شهوة أن اشتهيت أن آكل عشاء الفصح معكم. صارت مثل شهوة إنه العيلة تكون مع بعضها. مصوت. اليوم بتيجي بتقولي لا بيحبوا الوجبات ولا بيحبوا يطلعوا مع الأهل، إنه شو مع أهله يعني سيدي مودي. إيه وقت يصيروا إيه. بعمر معين. بيصير بده يضل أو بفضل يضل بالبيت من إنه يطلع. بقى بقى. هالروح العائلية هيدي مش بس هو صغير لأنه بدي أمسكه بإيده وآخذه، بدها تنمى بنموها. بطبيعة الحال بيكون عم بينما بالحكمة والآمة والفضيلة على مثال الرب يسوع المسيح هيدي الناحية الناحية الثانية العملية ما نوقف بس على الأهل في الأهل في المدرسة في الكنيسة في الدولة الأهل أكيد هو هي النواة الأولى للتربية الروحية يعني بيتعلم من أهله بيأخذ من أهله المدرسة هي امتداد العائلة امتداد البيت لذلك وقت اللي بيلاحظوا الاهل انه هالولد ما بيعطي نتيجه مش اجي اسفه وقول اذا ما جبت القد واذا جبت القد بجيب لك هديه بدي اشوف ليه مش عم بيعطي نتيجه بطلع على المدرسه بشوف شو فيه او اذا المدرسه مثلا لقيت انه هالولد كان ماشي حاله شوي اشط بشوفه مع الاهل يمكن مثلا يكون حدا صاخين متلو حدا الاهل بي بي بصراع بخلاف منفصلين او ما مع خبر المدرسه لأن يعني عاده على المدرسه ولا مره بيجوا دائما الام والبي سوا يعني اول البي بلاحقوا وخاصه الام بتلاحق الشغله واكيد اوقات كثيرة مثلا ما بنتلك انا مش بديش انشر غسيله بالمدرسه كذلك الامر للكنيسه اليوم الراعي هو انا الراعي الصالح اعرف خرافي وخرافي تعرفوني من هون بدي اوقفك وفوت على سؤال قد ايه الارشاد والاعتراف عم بيكون مهم عند المراهق قد ايه عم بحس عنده ثقه بهالرجال الدين او بكاهن رعيته تقدر يخبره امور يمكن اوقات خاصه كيف فينا نشجعه تما يتكل على وسائل التواصل الاجتماعي بس بمعلوماته يقدر يحكي مع الابونا صحيح الارشاد الارشاد الروحي والاعتراف هذا الشيء الوحيد اللي ما فيك تفرضه على حدا ولا فيك تمشيه بالعصايه تقول له روح اعترف او روح استرشد بده يخلق <applause> هو الأبو ثقه بالتربيه بالتربيه عاده يقول لك في عندنا مدير يا ويلي برجف قصبه من خيف منه بس ينزل على هيدا بنجمد كلنا قصبه لانه من خيف منه بس قديش بيكون في حب واحترام له في خوف بينما هيدا المدير كمان بنجمد قصبه مش لانه من خيف منه لانه بنحبه من وما بنحب نزعله هيدا الشيء اللي بده يخلقه الكاهن مع المراهق يعني بده يشعر هالشاب او هالصبيه انه هالكاهن بالرعيه بحبهم مش انه بس يلا دخلهم بنشاط وعم بيعملوا نشاطات ومبسوطين والى اخره بده يشعر انه بحبوا يعني اذا لاحظ شي مره انه مش مرتاح هالصبي او هالبنت يعني هو الكونجودي اوم جون براس لا فام اكيد <applause> ب حلو يقول له حبيبي شهر عليك اليوم غير شكل، الك بالعيله دي تكون فرحان أو مثلا لاحظ إنه ولد من الأولاد أول مرة بيجي على الكنيسة شو حبيبي أنتم صرتوا عائلة جديدة هون؟ تعال تشوف خبرني أو كان يجي على الكنيسة ولا مرة طلع يخدم على عينك قل لي مين جابك تخدم؟ مين عاك تخدم؟ برافو يسوع بيحبك يعني بده يخلق له شو بدو هالولد بهالعمر هيدا يعني بده يجي يحكي باللهوت والناسوت شوي شوي بيقدر وبعدين من خلال اوقات دورات من خلال خلق قداس لالهم لهالمراهقين يشعروا هن عم بيخدموا هن عم بيقروا رساله بيقدر اذا مش كل احد بيقدر يقول انتم اليوم عمر رائع جدا انتم العمر المفصل انتم مستقبل هالبلد مستقبل الكنيسه تعالوا تنشوف بدنا نعمل قداس لكم خصوصي لازم نحسسهم بالحب وبالاهتمام صحيح طيب صحيح. الثقة يعني صحيح هذه شغله كثير اساسيه حتى لي ومن هون بهالتعاون هيدا نحن بنقدر نكون احطناه من جميع النواحي للولد كثير مهم نعرف نحيطه من جميع النواحي انه الاهل لهم دورهم المدرسه إلى دوره الكنيسة إلى دوره والدوله إلى دوره هلا الدوله ان شاء الله اذا حدا من الاهل مثلا وصل على مركز بهالدوله هيدي يقدر يكون واعي لهذا البعض وشوفوا كيف بده يساعدوا يعني هلا وقت اللي تنمى الثقه والمحبه بين مراهق والابونا يمكن بصير بيقدر يستشيره بامور كثير خاصه صحيح. يمكن بيعتقد ما بيقدر يحكي عنها مثل تنقول العادة سرية م. او اذا لا سمح الله عنده سوزوز فهيدي كثير مهمه لانه اجمالا عم بياخذوا معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي انا دائما بركز على النقطه واوقات بتخربهم اكثر ما تساعدهم يطلعوا منا 100% هيدي شغله اساسيه قلتيها اليوم في عندك اهل بتفهموا لاولادهم اوقات كثير اولادهم قادرين يصرحون ببعض الاشياء الخاصه مثل ما قلت العيد السريه او كذا وهون مش اذا صارت او لا سمح الله قال لهم انا جربت تحشيش او هيدا يا لطيف يدبلوا لي يعرفوا كيف بدهم يحيطوا لانه هيك قضايا مثل يعني قضايا تتعلق مثله اوقات كثير اذا اثنين بيحبوا بعضهم البعض والاهل مش راضيين على الصبيه او مش راضيين على الشاب بيوقفوا حاجز مش عارفين وقت اللي بيوقفوا حاجز بصير هو يرتمي اكثر عندها وهي ترتمي اكثر عنده يعني مظبوط فلهالسبب انه اليوم الكاهن اوقات بده يتعدى على على الاهل مش على الاهل يتعدى بالحكي على على الولد على المراهق يقول له مثلا هيك عندك شيء لا ليك حبيبي بدي اسالك سؤال ما تعطي الهم انت معقوله مثلا ما شعرت انك صرت رجال ما عندك مشكله مثلا العاده السريه بدو يقول له ما تخاف حبيبي هذه شغله مش وحدك يعني كثير يعني مش انه يابا يقول له بسيطه صحتك بالدنيا وخليك لا ما يعقد له اياها بشكل ولا يعني بيقدر يفهمه اياها بطريقه كثير سليمه كثير سليمه ويحسسوا يحسس انه يا لطيف يعني هيك الخطيه المميته التي لا تختفر يعني انا بفكر حاله هيك الصبي ايه ما اكيد وهون اوقات كثيره كمان في الكاهن يصلح بال... بال... بالتعابير يعني اوقات بيجي الشاب بيقول له ب... اذا كان يمارس العاده السريه بيقول له زنيت هون معنى شيء فرق كبير إذا استفسر انه مثلا تفترض طيب خاصه اذا كان شاب مراهق يعني يقول له اذا بتقصد هيك هيدا مش هيدا هيدا خطا ضد الطهاره يفهموا اياها وبسكو انا مره كنت مسؤول بيجي ولد من اهذب الاولاد عندي شاب يعني تقريبا 16 17 سنه بيقول لي بدي احكيك بيطلع لعندي على المكتب بيقعد بيقول لي مش قادر اقول شو فيه خي تلعب تشرب مديون عامل شي زلّي شي شغلة شي حكاية ما لا بس مش قادر اقول هون قلت له بهدت له بهالاشياء حتى وصلت بالاخر قلت له عندك ميول غير طبيعية يعني او شذوذ بلش بالبكاء انا هون غبرته حتى ليه؟ تقدر تساعده يقدر يحكي يحس حسب يقدر يحكي و... بالتفاهم بالحب او و... بالتفهم. أهم شيء واذا في استعداد لانه لانه يطلع منها يعني لانه شغلة شاء من هون كثير دوره مهم الكاهن يعني الى جانب ثقافته وروحيته بده يكون <applause> انسان ايضا مختمر ومختبر يعني لانه يعني اوقات كثيره اوقات بنهور اشخاص من حيث ولا ندري يعني فالسبب <applause> هيدا انا بقول هالتعاون كثير مهم آه ما فينا نستقيل ما فينا نستقيل يعني اذا لاحظوا اي شيء الاهل يقولوا وهون وقت بلاحظ حاله المراهق انه منه متروك ولكن مش مراقب مثل واحد حاطط كاميرا مراقب لانه محبوب محبوب لانه بيحب اهم شيء يحسوا انه محبوبين هيدي نقطه كثير مهمه انا لاحظتها كثير ولا تصوري مثلا تفترض انه اثنين اشخاص اذا لاحظتي انه مثلا آه زوجك او لاحظ انه زوجته عم تتصل بس تستكشف وين هو وشو عم بيعمل يعني اكيد بي بي بيطلع قلبه بسكر خطه بس وقت اللي بيشعر انه لا حتى تطمن تطمن فكره حتى تكون مرتاح باله او مرتاح باله يعني زيت الاتصال زيت السؤال لكن الروحيه لذلك انا شددت على هالامر هيدا لانه انا اذا كنت معرض حالي اذا كنت انا معرض حالي قادر اكل صفقه هوا قادر اكل ضربه سياره قادر اتقنص قادر اتقوس 100 شغله معرض حالي بس وقت اللي بكون انا محصن معناتها هالشيء هيدي مش معناتها بطلت موجوده لكن انا محصن معش تقدر تخرقني مظبوط وهذا الشيء اللي بنشدد عليه قبل ما انه نحن نجي نمعجن بدنا نخلق اساس كثير حلو بحياتنا بالاول يعني لا يملك الا البالك اذا الام والبي ما هم عايشين هذا العمق بحل ذاته ما راح يقدروا يعطوه للاولاد يعني. آه. يعني متى ما حصلنا هالامر هيدا ساعتها المشاكل اذا اجت ما بتعدش تخرق بشكل قوي وبتغلغل متل بقول وتترسخ وتتعمق وكل ما يلزم قديش تحديات العصر يلي عم بعيشها المراهقة الأيام يلي ما كانت يمكن موجودة بأيامنا عم بتأثر على التزامه بحياته الروحية بيجي هون على بالي وقت اللي يسوع قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأنه باب الخطية واسع والكل عمالين بيدخلوا فيه أبدا فلهالسبب هيدا بالزمنات ما كانش فيك الهلوسيه هيدي يلي عم تاخذ من وقتنا، ويلي صارت اوقات كتير حاجات ضروريه عم تخلينا نلبيها على حساب الامور الروحيه. الامور الروحيه هي اشياء بتعيشها ما بتلمسها دغري يعني منا عمليه تجاره. والامر الروحي منه زرعه خسه بتزرعها اليوم بتقصفها بعد جمعه. العمل الروحي هو شيء بتقطفه فيما بعد. سواء كان على هذه الارض او على غير هذه الارض، لانه يتعلق بالايمان، والايمان يقوم على ان تقبل ما لا يرى، وجزاؤه انك سوف ترى ما امنت به. ما هذه الامور بده المراهق نطفه صغيره يقدر يوعى لهالشيء هيدي حتى لي يقدر يواجه، اليوم كل هالامور هيدي بحد ذاتها مثل مثل باخره عماله تواجه يعني الامواج العاتيه يلي عم تهجم عليها بدها تمخرها. بده يكون بالواقع ما ليش انا قلت بده يكون محصن بهالشهادة هيدي تقدر يتحدى والا بده يغرق فيها وصلنا عن نهايه حلقتنا تقريبا شو النصيحه هيك نصيحه صغيره للاهل وللمراهق كرمال حياته روحيه. يقدر يعيشوها مضبوط بدي اقول هيك كمان كلمه من الانجيل لا يعرف الاب الا الابن ولا يعرف الابن الا الاب يعني بمعنى بقدر ما انت يا خيي المراهق اللي اسميه او الشاب الصبيه بتعيش بنوتك بقدر ما بتجبر امك وبيك يعيشوا أمومتهم وأبوتهم وللأهل بقدر ما بتعيشوا الأبوة والأمومة بقدر ما هن بتجبرون يعيشوا هذه البنوة ولذلك هالأمور هيدي تفترض الحضور خاصة الحضور لإلهم هني لأصحابهم نتعرف عليهم نقدر نفيدهم بأشيا كثيرة هني بعد مش واعيين لها بشكرك أبونا بشكر وجودك معنا اعزائي المشاهدين وصلنا عن نهايه حلقتنا بتمنى انه نكون قدرنا نسلط الضوء على بعض الامور الروحيه المهمه على امل لقائنا بحلقه مقبله